والله إنا بشوق لقدومكم، شوق القط الظمآن لمساقط الماء. ونحن والله أتينا إليكم يملأنا الحماس لفتح العراق واستخلاصها من يد الفرس بإذن الله. إن الفرس يا ضرار أمة قوية تستطيع تجنيد مئات الآلاف، ويلبسون الحديد فلا يظهر منهم إلا أحداقهم، ويستخدمون الفيلة في حربهم. والله ما أتينا إلا لهزيمتهم وكسر شوكتهم، وإن شاء الله لن يكون السواد إلا خالصا للعرب، لا ينازعهم فيه منازع. أين خالد وجنده؟ إن صدق حدسي هو بين قاذمة والأبلة. خالد حذر، لن يمضي إليكم قبل أن يأمن الطريق. حسنا فعل، والله إنه لقائد خبير، سنجهز له المعسكر فجر هذا اليوم. أهلا بضرار. أهلا بك يا خالد، أهلا بك يا أبا سليمان. الآن والله لن نحاربهم على خيل تفجأهم، بل سنصدمهم. الجيش بالجيش، وإن جيشا يقوده خالد معقود له النصر بإذن الله. بإذن الله. لنتشاور في شؤون الفرس والعراق، إنني عقدت العزم أن أبدأ الحرب فورا، فإن نصر المقاتلة في أول وطئهم للأرض يمن لن نفوتها. هكذا يكون الأمير. هذا هو خالد. أخبار بطولاتكم تصلنا ونحن فخورون بها، فدع المقاتلين يتنافسون في الميدان تنافسهم في الأشعار. سيكون اللقاء ضاريا. أرجو من القوي العزيز أن يمكنني منهم. قد هابك أهل الحيرة فأوفدوا لك قبيصة بن إياس، ماذا قال لك؟ أبلغته بالمراد، الإسلام أو الجزية أو الحرب، فقال ما لنا بحربك حاجة يا خالد، فصالحناهم على 90,000 درهم. ما رأيك بما جرى يا خالد؟ والله ما لنا رغبة بحرب عربي، إن صلحهم أحب إلينا، والأحب من ذلك دخولهم في الإسلام. أقول أمراً للمثنى وأعطيني به. أمرت بطاعتك، فأنت أمير عسكر المسلمين في العراق، ولا أخالفك في أمر من أمور الإمارة، إنما إخوة في الدين ومشاورة ومعاونة في الحرب. تعرف ما كان منك ومن مذعور بن عدي العجلي. أراده بعض بني عجل، وأرادني بني شيبان، وأنت تعرف بأن الناس في العراق يميلون إلي. لا يعدلون بك أحدا يا مثنى، لا يعدلون بك أحد، ولكن دع لي مدعور ابن عدي، لا نريد أن نبدأ سيرتنا في العراق بالشقاق، فإن أمرنا ما يزال طريا، وأمامنا خصم عتي، ونحن بحاجة لتحشيد قواتنا كلها. صدقت يا خالد، إن الفرس وقد أثبت الملك ليزدجرد لا يلبثون أن يستعيدوا سطوتهم وقوتهم. لذلك حدثتك في أمر مدعور بن عدي، وأنا قلت سمعا وطاع. نعم الرجل المثنى بن حارثة، حكيم شيبان وبطلهم وسيدهم. السلام عليكم يا خليفة. السلام عليكم يا خليفة رسول. وعليكم السلام، بشرا بماذا أتيتما؟ لقد استشرنا سلمان الفارسي وقال إن الوقت الآن ملائم للقتال. الحمد لله، علينا البدء باستنفار العرب لفتح الشام والعراق إذن، وإني لن أخرج عن رأيكم. إنه لأمر جلل يا خليفة رسول الله، وهو مستحق للجهاد العظيم حتى يفتح الله للمسلمين فارس وروم. ولكن
من سترسل من الصحابة على الجند يا خليفة رسول الله؟ رأيي أن تبقوا في المدينة، فقد جاهدتم في سبيل الله حق جهاده، وشهدتم بدر وأحد والمشاهد كلها، وإني أحتاج لمشورتكم وأضن بكم. اللهم انصر المسلمين وارحمهم. آمين. هذا أول فتح لكم، وقد هزمتم هرمز وجنده، وقتله الله سبحانه وتعالى بأيديكم، ورفعتم اسم الإسلام عاليا في سواد العراق. إن الأعاجم سوف يحسبون لكم ألف حساب بعد هذا النصر. سلمت أيديكم وبارك الله فيكم ورحم الله شهداءكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. أمر جلل عظيم، وهو بحاجة لرأي ومشورة. فبعد أن بدأنا حروبنا في العراق، أراد الخليفة أن يرسل جيشا إلى الشام، وهو مطمئن بنصر الله. لنستمع إلى ما أمر به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فإن طلب الآخرة خير من طلب الدنيا، وأرجو أن نعمل صادقين. ترى لماذا طلبني خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنتم على حدود الشام، فلنقرأ بعضاً من سورة الجهاد، سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. السلام عليك أيها القعقاع التميمي. وعليكم
وعلى خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام. لقد قررنا أن نرسلك عونا لخالد بن الوليد لقتال الفرس في العراق. نعمة وكرامة، أسير حيث يأمر الخليفة. القعقاع بن عمرو التميمي بألف رجل، لا يغلب جيش تكون فيه أيها القعقاع، فامض على بركة الله. السمع والطاعة، أسير من فوري أيها الخليفة، أستودعكم الله. النصر حليفكم بإذن الله. ما ترى يا أبا عبيدة فيما نحن مقبلون عليه؟ تذهب أنت يا عمرو إلى فلسطين، أما نحن فسنتجه إلى دمشق، وسنتجنب الحرب مع القبائل، ونسلك طريقا غير طريق السلاح، فإن قبلوا منا كفينا القتال. وهل يقبلون بذلك وهم على دين الروم؟ يقبلون إن شاء الله، يقبلون، فإن لم يفعلوا فالحرب أو الجزية، هذا ما أمرنا به الله ورسوله، على أن المسالمة أولى وأقرب إلى ديننا. فإن كانت الحرب، أوصيك يا عمرو أن توصي رجالك، لا أذية لزرع أو دور عبادة، ولا يعتدوا على أحد في ماله ونفسه وولده، فلن أتسامح مع من فعل. إنني أنتظر خبرا عن الروم، وحالما يأتيني سوف أخبركم. هل أرسلت مجموعة تستكشف أمرهم؟ بل أرسلت عارفا بشؤونهم وأحوالهم، ولسوف يأتيني بالخبر اليقين. سنحتاج هذا في الحرب، ولكن فلنحذر، قد يرسلون إلينا جواسيس من العرب، فلا يظهرن فينا إلا الإصرار على النصر أو الشهادة. الصبر يا عمر، أوصي رجالك بالصبر والمصابرة، إن الله مع الصابرين.